زمان ما كملنا هاي السلسلة تكلمنا زمان، يمكن ثاني وثالث فيديو نزلوا على القناة عن كيف أساءت الدراما العربية للممرضين والممرضات. اليوم راح نتكلم عن كيف أساءت الدراما العربية للأطباء. قبل ما نكمل الموضوع وقبل ما يجي واحد يقول لي أنت شو دخلك بالممثلين والممثلات والمخرجين والمخرجات والفنانين والفنانات، بقول لك ما هم الجماعة خربوا لي بيتي أنا وكل إنسان بيشتغل بالحقل الصحي. أنت لما تيجي تمسك فكرة غلط وتعرضها في فيلم، وبعد سنة تعيدها في فيلم ثاني، وبعد سنة تعيدها في فيلم ثالث، وهكذا الفكرة هاي رح تترسخ في ذهن المشاهد شاء أم أبى، غصب عنه راح تترسخ في ذهنه. بعض الناس بحياته ما دخل مستشفى، ومن قبل ما يدخل المستشفى عامل حسابه انه داخل على ناس ما بدها تشتغل، ولو سألك سؤال قلت له ثاني وبرد عليك راح يضربك بدون ما يفهم انت في ايش مشغول. وشو السبب؟ الافلام والمسلسلات. فاليوم راح نتكلم عن ماذا جنت الدراما العربية على الاطباء. بشكل عام الدراما العربية جنت على الطبيب من ناحيتين، احيانا افراط واحيانا تفريط. فبعض الأفلام أو معظم الأفلام كانت تصف الطبيب بأخص الصفات وأكثرها وضاعة وأكثرها حقارة، وفي قليل جدا من الأفلام والمسلسلات تم تصوير الطبيب بأنه إنسان يذوب في المريض وبزعل لما المريض بزعل وبعيط لما المريض بعيط، وإذا كان دكتور رجل والمريضة أنثى بتلاقيه حبها وتجوزها، والعكس صحيح طبعا. والصورتين غلط. علاقتك بالطبيب علاقة مريض بطبيبه، أو علاقة زبون بمقدم خدمة صحية. مجرد كتب لك الدواء وقال لك كم مرة في اليوم تشربه مش مضطر يتذكر اسمك بعديها بدقيقة. من هاي الصور اللي عرضتها الدراما العربية بشكل مكثف في السنوات 100 الماضية تقريبا، مشهد المريض كبير السن اللي بيجيبوله دكتور على البيت، الطبيب بحط السماعة على صدره أو على ظهره وبقول لهم الحج محتاج دخول مستشفى حالا، فهمني ليش؟ شو طلع معك بهالسماعة؟ يعني انت بس عملت له اسكلتيشن، لا فحصت له دم، لا فحصت له ضغط، لا عملت له صورة اشعة، لا شفت السكر، لا شفت اشي. بناء على ايش بده دخول؟ من كلمة دخول مش سهلة. الاستسهال هذا في التمثيل خلى الناس يفكروا انه الدكتور بتطلع في عينيك بيعرف شو مالك. وكثير شفت ناس في حياتي بقول له شو اللي بوجعك، بقول لي مش دكتور، لازم تعرف لحالك. طبعا انا ممرض بس هو مفكرني دكتور، هاي مش مشكله. كيف يعني لازم اعرف لحالي؟ انا باجي افتح بالمندل ولا اضرب الودع؟ قول لي شو مالك خلص. يعني مثلا في فيلم اسمه الراجل الابيض المتوسط تبع احمد ادم، سؤال واحد، الدوخه دي قلت لك قبل كده؟ قالت له لا يا دكتور، قال لها انت حامل في شهرين، فهمني من وين جبت هذا الرقم. الحمل يثبت بحاجه من ثنتين، يا اما الترا ساوند يا اما فحص الحمل اللي عاده بيكون سحب الدم. انت قعدتها على السرير سألت سؤال قلت لها قومي، شو عرفك انها حامل وشو عرفك انه شهرين؟ برضو هاي المشاهد بتخلي الناس يفكروا الدكتور عبارة عن نبي او قديس او ولي من الاولياء مكشوف عنه الحجاب، بتقول له شو اسمك بعرف شو مالك وشو دواك كمان. مش لهالدرجة الموضوع سهل. في كثير من الافلام والمسلسلات والمسرحيات كمان بيصور الدكتور على انه انسان يحب المال ويعمل فقط من اجل المال. طبعا مش عيب انه الدكتور او غير الدكتور حتى يكون بحب المصاري، او لما يجي فلوس ينبسط، هذا الوضع الطبيعي، ما فيش حدا بحب يشتغل في الاخير ما يقبضش راتب. لكن في فرق بين واحد بينبسط لما تجي فلوس وبين واحد ما بيشتغل بحق الله الا لما تجي فلوس. وهي النقطة ركزوا عليها في مئات الافلام والمسلسلات وحتى في المسرحيات. اذا بتتذكروا مسرحية اهلا يا دكتور بطولة سمير غانم انتاج 1981، هاي المسرحية سمير غانم نفسه كان يقوم بدور دكتور انتهازي استغلالي ما عنده ذمة ولا ضمير، بيشتغل بأي شيء، عامل حاله عنده اختصاص بكل شيء، بيجيب أجهزة بتعالج أي شيء، وحتى في واحد من المشاهد عالج كلب وهو أصلا طبيب بشري مش بيطري، فأي شيء بيطلع منه فلوس بيشتغله ما عنده مشكلة. أوقح المشاهد اللي بيجيبوا فيها أطباء في الأفلام العربية المشاهد اللي بيكون فيها البطل أو أخوه أو ابنه محتاج عملية، بروح على مستشفى حكومة بقولوا له عنا دور سنة أو سنتين لقدام، بروح على مستشفى خاص بقول له إذا بدك بكرة الصبح بعمل له إياها بس تدفع 30,000 جنيه أو 40,000 جنيه، وهذا أنا كارمك وأنا معطيك خصم وأنا معطيك ديسكاونت مرتب هيك. هم بوروك إنه الدكتور بده فلوس بس، المريض طاب المريض مات مش مشكلته، مع إنه الدكتور ما قالش هاي الكلمة. دكتور قال لك بتكلف 40,000، انت جاي على مستشفى خاص الوضع الطبيعي يكون معك فلوس،
معكاش فلوس ليش جاي؟ اللي قدام راح اعمل لك فيديو على الشغله هاي بالذات، انه هل مسموح للدكتور يطلب فلوس ولا لا. هاي النقطه شفناها في فيلمين، فيلم ابو علي، وشفناها في فيلم ثاني اللي هو فيلم الساحر تبع محمود عبد العزيز. والعمليه يا دكتور هتتكلف كتير 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 قوي. ايه بتبص لي كده ليه؟ طمن نفسك يا استاذ، مفيش عمليه في المخ رخيصه. يعني تقريبا كده العمليه هتتكلف كام بالدقة؟ هتكلف ايدي 5000 جنيه، والمستشفى وغرفة العمليات 10، يعني التوتال كده 15000 جنيه. التوتال 15000؟ الله يطمنك يا دكتور ويبارك لنا في امثالك. السلام عليكم. في بعض الافلام بلغت فيهم الوقاحة انه يجيبوا لك الدكتور مختص بعمليات الترقيع، اللي هي النسوان اللي بكونوا فقدوا العذرية بكون بعمل لهم عمليات برجعوا بنات زي ما كانوا. المشكلة مش هون، المشكلة انه دائما بيجيبوا لك الدكتور المختص بهاي العملية بحاول يتحرش بالمريضة على اساس انه ما انت قبلت بهذا الحكي مع خطيبك او مع حبيبك، ليش بتخليني اسوي اللي بدي انا الثاني؟ وكأنه الدكتور هذا يعني مجرم او خريج حبوس او بني ادم ما عندوش لا دين ولا ذمة ولا ضمير. في بعض الافلام والمسلسلات بيصور لك الممرضين والاطباء وكل اللي بيشتغلوا بالمستشفى على انهم ناس فيش عندهم ذمه ولا ضمير، لدرجه انهم بيخلوا المريض يموت الا اذا عرفوا فجاه انه هذا المريض وزير او مسؤول او ابن وزير او مسؤول. فجاه الدنيا بتنقلب، المستشفى بينقلب فوقاني تحتاني، وبلاقي مدير المستشفى نفسه فوق راسه وبقول له اللي بدك اياه بصير. هاي الشغله صارت في مسلسل دنيا السوري، انعرض في رمضان 99 او 2000 اظن، وشفناها برضو في آخر دقيقتين في فيلم 55 إسعاف تبع محمد سعد وأحمد حلمي. في بعض الأفلام بتلاقي الدكتور خفيف دم وبيحكي نكت، زي فيلم مثلا حسن وبقلص إنتاج 2016، أو برضو مسلسل الكبير قوي طبعا كلنا عارفين الدكتور ربيع والبلاوي اللي كان يعملها. شوفها كبير، أنا عايزك تمسك أعصابك، شد حيلك. استغفر الله العظيم يا كبير، أمك حامل. مش غلط انك تعمل مسلسل كوميدي، بس غلط انك تجيب ناس معينه او فئه معينه المجتمع تعملها مسخره في طريقك. احيانا بيجيبوا لك الطبيب غبي، زي ما صار في فيلم عندليب الدقي مثلا، جابوا لك طبيب متخلف عقليا حرفيا. او مثلا في فيلم ثاني اسمه اخر كلام، يعني الدكتور كلام مش عارف يتكلم، فضلا عن انه تفكير احد من المسلسلات اظن كان اسمه دكتور امراض نسا، الطبيب كان زعيم عصابه، حرفيا زعيم عصابة، عنده ناس بخلصوا له كل شيء، بضربوا أي واحد بزعله، عنده ناس بخطفوا له مين ما بده، عنده ناس بيقتلوا مين ما بده. أنت دكتور أنت؟ في بعض الأفلام زي فيلم طير أنت مثلا بيجيب لك الدكتور على أساس أنه تبع بنات وتبع نسوان وبحب يتعرف على النسوان، وعامل العيادة تبعه عبارة عن ملتقى للغرام، بس يشوف المريضات والمرافقات ويمارس الفاحشة ويعمل فيهم اللي بده اياه. اهو البي اللي بيقضي سمراته وبيقضي العيال الحمراء في العياده كل يوم، يا اخطبوطي النزعه. يا ابن شوف 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 يا سيدني، انا اتخانقت منه. بس هتلم المستشفى، وطي صوتك. ده مش صوته، ده صوت ضميره اللي بيستيقظ. طب والله العظيم اهدلك وانا اللي جاي اصلحك يا حيوان. في بعض الافلام برضه تم تصوير الطبيب على انه انسان غبي، اي بني ادم بيقدر ينصب عليه، ولا في اي قيمه لكل العلم اللي تعلمه وكل الدراسه اللي درسها. والمشكله بيجيبوا لك واحد كبير جدا بالسن، زي مثلا فيلم كده رضا، لما راح احمد حلمي للطبيب اللي عمره يمكن 90 سنه اللي هو استشاري عيون، وضحك عليه بعلب فيها شويه مي وقال له هاي قطره بتخلي الاعمى يفتح، وصدقه. بالنسبه للطب النفسي هذا فيديو لحال، سيبك منه، بده قعده. في كثير من الافلام كنا نشوف الطبيب بيعمل العمليه بدون اذن المريض، وهي مشكله ممكن توديها المحكمه وممكن تسحب منه ترخيص مزاوله المهنه. اشهر فيلم تم عرض هذه الصوره فيه فيلم اللي بالي بالك تبع محمد سعد، ونفس الممثل عمل فيلم اسمه الليمبي 8 جيجا، عرض فيه نفس الفكره. طبعا في افلام ثانيه عيب اني احكي فيها او اعطيك التفاصيل، بس اعرف اسمها بس ما بنصحك تحضرها، زي مثلا صايع بحر اول 5 دقائق فيه. في فيلم لأحمد السقا اسمه بابا، مقرف حرفيا. في فيلم اسمه بنتين من مصر، واحدة من البنتين بتكون طبيبة، برضو بوريك الأطباء إنهم أفشل خلق الله. في فيلم اسمه أنا بضيع يا وديع، بوريك كيف الطبيب بيستغل المريض وبيخلي طلاب الطب يتعلموا فيه بدون موافقته. في فيلم ومسلسل عرضوا صورة الطبيب اللي
بذوب في المريض لدرجة انه يتجاوز حدود الامباثي ويدخل في السيمباثي. يعني انت كطبيب مطلوب منك تقف مع المريض، تحس فيه، تقدم له الدعم النفسي، بس مش لما تنجلط، لما يزعل، مش لهالدرجة. في فيلم لأحمد زكي اسمه المدمن، اظن بكون هو المدمن او المريض، والطبيبة بنت بتحبه وبتظل معاه لحد ما يطيب من الادمان. وفي مسلسل اسمه سارة لحنان الترك واحمد رزق، بكون احمد هو الطبيب وسارة هي المريضة، وبرضه بضل يحن عليها لدرجة انه بحبها وبروح بده يتجوزها في الاخر. فلا هيك بنفع ولا هيك بنفع. الفيلم الوحيد اللي عجبني وحسيت انه شوي قرب من احترام الطبيب، في فيلم كله نكد بنكد اسمه ساعة ونص، تعرف هذاك الفيلم اللي بنقلب فيهم القطار. يسرى اللوزي، يسرى اللوزي اسمها ممثلة، بتكون عاملة حالها طبيبة في الفيلم. عجبني اشي واحد، وارجوك انه هاي الطبيبة عرفت تتصرف، فحصت المريض على السريع، عرفت انه السكر عالي، اعطتها الانسولين في 5-6 ثواني، المريضة صحصحت، كل اشي تمام. مع انه التمثيل كان زي الزفت وفي مغالطات طبية لا تغتفر، لكن على الاقل خلاك تحترم الاطباء شوي. فما حدا يقول لي هذا فن وهذول بيعكسوا الواقع وهذول بقدموا سوء، ما حداش طلب منهم لا يعكسوا الواقع ولا يعالجوا الواقع. كل إشي عملوه انهم خربوا بيوت الناس وكرهوا الناس في بعضهم ونشروا افكار غلط عن فئات كثير من الناس ما كان لازم ينشروها. الفيديو الجاي راح اقول لك شو عملوا او شو الصوره اللي نشروها عن الاطباء النفسيين، استناها. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.